حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السؤال وردني حول عالم البرزخ، كيف يمر الزمن على الميت؟ طبعا أيها الأحبة، مثل هذه الأسئلة حقيقة ضرورية وتمس كل واحد منا، لأن كل واحد منا ذاهب باتجاه الموت. أنت الآن تتكلم، أنا الآن أتكلم معك وتسمعني، لديك مشاريع، لديك أعمال، لديك طموحات، لديك أفكار. الموت يأتي فجأة أو بغتة ويأخذ معه كل هذه الأحلام، ولا تجد أمامك إلا الله تبارك وتعالى. لذلك أخي الحبيب، فكر بالموت قليلا واهدأ وأبعد الهموم مؤقتا، وابدأ معي نفكر ما الذي سيحدث في هذا العالم الذي ستمر به وتعيش به. والله أيها الأحبة، أصعب ليلة في حياة أي إنسان هي أول ليلة في القبر. أول ما يوضع في القبر ويهرب منه أصحابه، أبناؤه، زوجته، حتى لو كان لديه أب وأم يهربون، الكل يهرب. من يستطيع أن يبقى مع ميت؟ ستكون وحيدا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. إذن أحبتي في الله، تخيل نفسك وحيدا، عاريا، محبوسا داخل جسد، تسمع وربما تبصر. يعني الميت يسمع أيها الأحبة، إذا تولى أهله عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم، كما في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن هناك عالم اسمه سام بارنيا، متخصص بأبحاث ما قبيل الموت وما بعد الموت أيضا، أثبت أن هناك نشاطا غريبا في الدماغ في منطقة السمع، يدل على أن الميت يسمع ويتفاعل، بل ويسمع نبأ وفاته. يعني فقط نريد أن نتخيل قليلا أنك الآن متت، ستسمع بكاء أهلك عليك، ستسمع ابنك وهو يبكي أو زوجتك وهي تبكي، ستسمع الحديث الذي سيدور وأنت لا تستطيع أن تفعل أي شيء، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله تعالى قريب منا أيها الأحبة، في الدنيا وفي الآخرة ولحظة الموت، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لذلك أيها الأحبة، لابد أن تدخل في عالم البرزخ. طبعا بالنسبة للمؤمن أحبتي في الله، والله إن الموت هو أفرح شيء بالنسبة له. يعني أنا قلت قبل قليل إن أصعب ليلة هي ليلة القبر الأولى، ولكن هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمقصر والجاحد والذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. إياك أخي الحبيب أن تنسى لقاء الله، إياك أن تغفل عن لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أنت الآن ينبغي أن تهيئ نفسك للقاء الله. كل يوم على الأقل اجلس ولو دقائق مع نفسك، بينك وبين نفسك، تذكر أن هناك يوما ستموت فيه. هذا التذكر وهذا التفكر يجعلك تتواضع، يجعلك تخشع، يجعلك لا تحمل هموم الدنيا، يجعلك أخي الحبيب أكثر إسراعا في أعمال الخير. أنبياء الله تبارك وتعالى قال عنهم إنهم كانوا
يسارعون في الخيرات. لم يقل يسرعون، لأن كلمة يسرع ربما أسرع مرة واحدة، بينما يسارع صيغة مبالغة، كثير المسارعة، يسارع تعطي معنى الاستمرار، كل يوم هو يسارع. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا هو حال المؤمن الذي ستكون أسعد لحظة في حياته لحظة الموت. طيب ماذا بعد الموت؟ طبعا المؤمن أيها الأحبة يرحب بملائكة الله سبحانه وتعالى. الذي ينتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر، ينتظر لقاء رسل الله، سوف يرحب بهم، يأتون بأجمل صورة. وهناك قصص كثيرة لأناس على فراش الموت رأوا أشخاصا بأبهى صورة، بلباس أبيض أحيانا ووجوه مبتسمة، وهو فرح أنه سيذهب معهم. إذن لحظة الموت إذا كنت مؤمنا بالله ستنقلب إلى أجمل لحظة في حياتك، وإذا كنت غافلا عن الله والعياذ بالله ستنقلب إلى أسوأ لحظة في حياتك. عندما تأتي ملائكة الله سبحانه وتعالى، ملائكة الرحمة، لترحب بك وتتلقاك وتأخذك إلى عالم البرزخ. طبعا الملائكة تأخذ النفس، هذا الجسد أيها الأحبة عبارة عن خلايا تتألف من ذرات سيعود إلى التراب، ليس له أي قيمة. الإنسان بروحه ونفسه وليس بجسده. عندما تذهب هذه النفس إلى عالم البرزخ والروح تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه النفس أيها الأحبة تدخل في عالم مليء بالرحمة والنور والفرح، وهنا يأتي رزق الله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الميت المؤمن يرزق؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذن رزق وفرح، هذا هو حال المؤمن. طبعا الذين قتلوا في سبيل الله هم في درجة عالية، ولكن تحت هذه الدرجة كل مؤمن نذر حياته لله عز وجل سيكون حيا يرزق وفرح، يعني حالتين، الفرح والرزق، والبشرى حالة ثالثة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الوضع الذي سيعيشه المؤمن في البرزخ. الزمن هو أيها الأحبة هنا متوقف، يعني الذي يدخل في عالم البرزخ وتمضي عليه سنة ثم يبعث أو أكثر، وشخص مضى عليه مليون سنة النتيجة واحدة، لأنه لا يوجد زمن، الزمن متوقف. بالنسبة لأعداء الله عز وجل فإن العذاب يستمر في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لذلك القرآن ذكر لنا صورتين من نعيم القبر ومن عذاب القبر. من نعيم القبر فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، وعذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن أيها الأحبة، إما حالة عرض على النار وعذاب وألم نفسي بانتظار دخول النار يوم القيامة. لذلك الملحد أول ما يبعث قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقد، لأنه يرى مقعده من النار ويعرض على النار كل يوم. مع العلم قلنا إن الزمن متوقف، لأن عالم البرزخ عالم ليس له علاقة بالدنيا،
وخارج القوانين الفيزيائية أيها الأحبة، لأن النفس لا تحكمها قوانين الفيزياء، النفس لا تحكمها قوانين الفيزياء أحبتي في الله. طيب ماذا بعد ذلك؟ ما الذي يحدث أحبتي في الله؟ هذه النفس التي تنعم لا تبقى على الأرض، هذه النفس كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن النفس ترجع إلى ربها المطمئنة. أعتقد والله أعلم أن النفس الخبيثة تبقى على هذه الأرض وتبقى في حالة عذاب وعرض على النار، والكافر يشعر ويرى النار ويتألم كما لو كان في الدنيا على فكرة، ولكنه الجسد انتهى، الذي يعذب هو النفس. طيب قد يسأل سائل: كيف يعذب وجسده بلي وفني؟ انظروا أحبتي في الله، الإنسان عندما يتم تخديره من أجل عملية جراحية مهما قطعت فيه لا يشعر، لأن النفس تخرج في لحظة النوم أو تخدير الجسم، تخرج النفس. بمجرد أن عادت النفس إلى الجسد بدأ العذاب وبدأت تشعر بآلام العملية وآلام الجروح. طيب هذه النفس غادرت الجسد ستعذب تماما وكأنها داخل الجسد، لذلك عذاب القبر ليس عذابا نفسيا وليس معنويا وليس حلم، بل هو عذاب حقيقي. نعيم القبر نعيم حقيقي، لأن الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن أحياء وليسوا أمواتا، تمام أحبتي في الله. إذن ينبغي أن ننتبه إلى هذه النقطة المهمة جدا. طيب بالنسبة للتواصل مع الآخرين، المؤمن، هنا قاعدة أحبتي في الله احفظوها: لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم ما يدعون، وآية أخرى: لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون. المؤمن منذ لحظة قدوم الملائكة إليه، منذ أن تقدم الملائكة لتتوفى هذا المؤمن، كل شيء يشتهيه يتحقق، يحب أن يعلم عن حال أهله، الله سبحانه وتعالى يطلعه، يحب أن يلتقي، هذه النفس تلتقي مع شخص فقده، والد أو أم أو كذا، يلتقي، ولكن الشرط أن يكون مؤمنا تقيا من أصحاب الجنة. لأن أنا من أين جئت بهذه الفكرة أيها الأحبة؟ طبعا هناك كثير من الآثار، ولكن أنا أحب أن أستند للقرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، متى؟ لحظة الموت، ألا تخافوا. إذن أول شيء الملائكة تنزع صفة الخوف من هذا الميت، إذن المؤمن لا يخاف. يعني بعضهم يقول الموت مرعب والموت كذا، لا لا أبدا أحبتي في الله، إذا كنت مؤمنا وتتلهف للقاء رسل الله وتتلهف للقاء الله عز وجل، وأعددت جيدا العمل الصالح والبر والتواضع والأخلاق، سوف أحبتي في الله تأتي الملائكة وتنزع صفة الخوف: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن الحزن والخوف، طيب لماذا حزن وخوف؟ ما الفرق؟ الحزن أيها الأحبة يكون على شيء ماضي، الخوف من المستقبل. فإذا نزعت من الإنسان صفة الحزن على الماضي
والخوف من المستقبل إذن هو في حالة اطمئنان دائم، لا خوف عليكم في المستقبل ولا أنتم تحزنون على الماضي، لا تخافون مما سيأتي، كل ما سيأتي هو شيء جميل، مبشرات، ستأتي المبشرات، البشرى بالجنة، بشراكم اليوم. ولا أنتم تحزنون، لا تحزن لا على زوجة ولا على أولاد ولا على دنيا، لأنك أصبحت في رحاب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعني ينزع صفة الحزن والخوف من المؤمن، يعطيه صفة الأمن والأمان والإطمئنان. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. هذا لحظة الموت أحبتي في الله، لحظة الموت الملائكة تخاطب هذا المؤمن بهذا الخطاب الرائع جدا الذي تتوق النفس إليه، تتشوق إلى هذا الخطاب. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. لك فيها ما تشتهي، ليس فقط في الجنة، بل منذ لحظة الموت، منذ أن نزلت الملائكة عليك نزعت منك صفة الخوف وصفة الحزن، ووضعت مكانهما صفة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، كل شيء تشتهيه يتحقق. لذلك والله أيها الأحبة، يعني الإنسان عندما يعلم ويفكر بهذا الأمر يحاول أن يسرع ليعمل أكبر كمية من الخير، ليخدم الناس، ليمشي في قضاء حوائج الناس، يصبح صادقا صابرا على ما أصابه. والله لو نزلت على المؤمن هموم الدنيا وظلم الدنيا كله اجتمع عليه وكل الأمراض، ستجده أسعد من أغنى شخص غير مؤمن على فكرة. لماذا؟ لأنه يتلهف للقاء الله، يتلهف للقاء الملائكة. نسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن يجعلنا من أصحاب الجنة، وهذه دعوة لكل إنسان يستمع إلينا الآن، أن يبدأ بالتفكير بهذه اللحظات الرائعة، ويبدأ يتبسم ويقول أنا سأعد العدة للقاء رسل الله، وبعد ذلك للقاء الله عز وجل، الذي قال وخاطبنا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.